مرحبا، كيفكم اليوم؟ انا فرح. حنصنع كب كيك في الصلصال. الصلصال يا ورد هو معجونه احنا بنشكلها وبعدين بنتركها تنشف، وبتنشف بالهواء. خلينا نشوف كيف الصلصال من جوا. رأيك تجربي تمسكيها؟ شو رأيك فيها؟ طبيعي. الصلصال إذا نشف زي هيك معنا شو بنعمل؟ نحط نقطة مي فهو بصير طري. فرح أجيب أنا هلأ كاسة فيها مي، بنصير بنحط شوي على إيدنا عشان ما يكون كتير ناشف زي هيك. أوكي؟ شوفي جربي، اذا حطينا شوي على ايدنا مي بس مو كتير، بعدين مسكنا الصلصال هيك بنقدر انه احنا نطريه. طب كيف بدنا نعمل كب كيك؟ ما بعرف. نعجنها كتير منيح. اوكي، اول انا بعمل وهلا بدنا نقسمها اسمين. اوكي، هذا الاسم للكب كيك وهذا الاسم بدنا نعمل الكريمه تبعت الكب كيك. اوكي، هلا بناخذ هاي بنحطها على جنب، نفعصها 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 نفعصها، نفعصيها. هلا هاي الكب كيك من فوق، الجزء الثاني من الكب كيك شوفي كيف بدنا نعمله. بدنا نعملها هلا هاي هيك، شايفين؟ بدنا نعملها هيك هيك زي كرة. حلو المي صح؟ بتخليها تصير ناعمة. وبدك اياها نعملها زي كأنها علبة. شو رايك نفضيها من جوا عشان تصير زي العلبة؟ اورجيك احنا ايش بدنا نعمل. هيا طلع كيف هتكون هي هيك، بنغطيها صح هيك مبينة كب كيك. كثير كبير. حط اصبعنا هيك عشان تصير زي العلبة. شو رايك؟ جربي. احلى من تبعتي. وارصيها زي هيك هيك بايدك الثانيه. ايوه يا سلام. هيك بفتحها علبه بحط خاتم هون، بعدين برجع بغطيها لما تنشف صح. اقلبها شوي هيك واطبطب عليها عشان تصير فلات. جربي اقلبيها وانطفي. اوكي، اقلبيها بس شوي. طيب لا ايوه مو كتير عشان تصير من هون فلات. طبعا لازم تكون هيك حلوه. جبت فرشاية اسنان بس ما بدنا اياها وسخه، ومسطر. ليش بدنا نستخدم هدول؟ حبيت انه عشان نعمل الكب كيك احلى نجيب المسطره. طلع كيف بدي اعمل؟ نعمل خط صغير من هون، بعدين خط صغير من هون لحد ما نعبيها كلها، وتصير تطلع كيف؟ بتصير مبينة زي الكب كيك صح؟ شوف، تكون من تحت رفيعة ومن فوق أعرض. رح أعمل إيدي هيك طلعي، وبس من تحت أعمل هيك. ورجيهم كيف هي صارت من جوا، عملناها زي العلبة عشان لما نغطيها جواها خاتم. أنا بدي أحط خاتم، أنت جابالك كمان تحطي خاتم؟ لا، سوارة. سوارة اوكي. بس سوارتي هاي. واو احلاها. وانا نفس سوارتي هاي. انا كثير حبيت الصلصال على فكرة. انتي حبيتيه؟ طيب كيف؟ لحظة شوي. تادا، واو نايس صح؟ واو شو احلاها، فيري نايس. طب شو رايك اورجيكي ايش بدنا نعمل بفرشاة الاسنان؟ دائما بيكون فيها هيك شكلها زي سفنجة، عشان هيك احنا بنسميها سبونج كيك صح؟ نجيب الفرشاي وبنصير على هذا الجزء نعمل هيك على كلياتها. طلع كيف صار شكلها مبين زي عن جد كيكة. يلا جربي عليها كلها كلها. اوكي، شوفي ورد امسكيها بايدك واعملي من كل الزوايا
ومن كل الجهات، اوكي؟ تجربوا تعملوا هيك وتفش اسنانكم في هذه النصف. ايوه بطلع. انا هاي الكب كيك تبعتي، هاي الغطا وهي من جوا العلبة عشان نحط فيها اكسسواراتنا زي ما اتفقنا انا وورد. وورد كمان انتي ورجيهم الكب كيك تبعتك، ما احلاها. وهلا يا ورد لازم نتركها تنشف بالهواء، مكتوب على العلبة انه لازم نتركها يوم كامل، اوكي؟ بس تنشف بنرجع لكم. احذري ايش؟ نشفوا. اي وحده تبعتك واي وحده تبعتي. شو رايك نلونها من هون اشي ومن هون اشي؟ لون بدنا اياه. اوكي انا بفاجئك فيه. اوكي خلاص ماشي. بس شفتي ما احلاها لما صارت ناشفه؟ صارت هيك زي الحجر، كثير لونه حلو. شوفي شويه ازرق مع هذا اللون اللي زايد هون بصير بيربل احلى. اوكي بس بحط شويه زهر. شو اسم صحباتك بالبحرين؟ ماسا وماريا. انا خلصت. حلوه؟ يلا لوني ورد. ورد خلينا نشوف يا ورد اذا نشفوا الكب كيك تبعونا. لازم العسل يعني نشفت. هو لأن الأكريليك بنشف بسرعة. حط هاي. وين بدك تحطيها ورد؟ نمسكها نحط شوي، ناخذ الخطة ونسكرها. ما أحلاها. ان شاء الله تعجبكم الحلقه، ولا تنسوا اللايك والسبسكرايب، ولا تنسوا تكبسوا الجرس والاشي الاحمر اللي اسمه ميك فولو. باي.